تظهر البلازما الأكثر برودة وكثافة داكنة مقابل السطح الهائج للشمس في هذا المنظر من مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا. انفجرت حلقتان من البلازما المظلمة من الشمس يوم أمس 21 يوليو تموز، وقامت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا بتصويرها بالفيديو. قام مرصد ديناميكيات الشمس التابع لوكالة ناسا بمراقبة حلقتين من البلازما الباردة الكثيفة تنبثقان من سطح الشمس وتبدوان متشابهتين بشكل غريب مع زوج من الديمونتورات من هاري بوتر يحومان فوق الشمس. ومع ذلك، بدلاً من المخلوقات الأسطورية المصة للأرواح، فإن هذه الحلقات السوداء من البلازما هي في الواقع المراحل الأولى من القف الكتلي الإكليلي CME، وهو الفوضى المغناطيسية التي يمكن أن تخلق العواصف الشمسية التي تؤثر على الأرض. في الفيديو المسرع يمكنك رؤية عمودين سوداوين خفيفين من البلازما انطلقا من البقعة الشمسية ثور 3757 يوم الأحد إلى جانب شعلة شمسية من فئة M1. يمكن لهذه المناطق النشطة من البقع الشمسية أن تنفث الطاقة الكهرومغناطيسية من هالة الشمس في أي لحظة، ومع ابتعاد هذه الأعمدة عن الغلاف الجوي للشمس فإنها تجمع المزيد والمزيد من البلازما التي تتجمع في النهاية لتشكل أكثر مكونات سيئمية الداخلية. فلماذا تبدو البلازما داكنة جداً مقارنة بمحيطها؟ عندما تنطلق بعيداً عن الشمس تكون كثافتها ودرجة حرارتها أقل بكثير مقارنة بالقلب المنصهر الهائل لنظامنا الشمسي، مما يجعلها تبدو داكنة في صور SDO. وبمجرد ولادة CME يمكن للعلماء استخدام الصور الملتقطة من مرصد سوهو لتحديد الهالة التي تعتبر توقيعها، وتحديد ما إذا كانت تنتشر باتجاه الأرض ويمكن أن تسبب أي اصطدامات لكوكبنا. وبحسب التوقعات الحالية لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA-MID، المتوقع أن يصل هذا الانبعاث الكتلي الإكليلي إلى الأرض في وقت لاحق من يوم 24 يوليو الأربعاء، ويرفع نشاطنا الجيومغناطيسي درجة واحدة. الانبعاثات الكتلية الإكليلية ما هي وكيف تتشكل؟ يمكن لهذه السحب الهائلة من البلازما أن تسبب دماراً كبيراً في شبكات الطاقة والأقمار الصناعية، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى ظهور عروض الشفق القطبي المذهلة. تعتبر الانبعاثات الكتلية الإكليلية CME عبارة عن عمليات طرد كبيرة من البلازما والمجال المغناطيسي من الغلاف الجوي للشمس. وبالمقارنة بالانفجارات الشمسية، وهي رشقات من الإشعاع الكهرومغناطيسي تنتقل بسرعة الضوء وتصل إلى الأرض في غضون 8 دقائق فقط، فإن الانبعاثات الكتلية الإكليلية تنتقل بوتيرة أكثر راحة نسبياً، فبأقصى سرعتها التي تبلغ نحو 1900 ميلاً في الثانية 3000 كيلومتر في الثانية، يمكن أن تصل الانبعاثات الكتلية الإكليلية إلى الأرض في نحو 15 إلى 18 ساعة، في حين أن الانبعاثات الكتلية الإكليلية الأبطأ التي تسافر بسرعة 155 ميلاً في الثانية 250 كيلومتراً في الثانية قد تستغرق عدة أيام للوصول، وفقاً لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة.